مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن بحضراتكم إلى مدينة ميونخ الألمانية، حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة المناخ التي تعقد على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. بينما نرى أننا يجب أن نتبنى تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تقلل من الانبعاثات الحرارية، أعتقد أن هناك فجوة. أنا مع كوب مؤتمر دول الأطراف منذ البداية، وفي مؤتمر كوب 26 الأخير في غلاسكو فعل أكثر مما حدث في باريس، أعطى الحياة مرة أخرى لاتفاقية باريس، ولكن لازال هناك كثير الذي يجب أن نقوم به. هناك كثير من الجهود التي بذلت في هذا الإطار لوضع مجال للعمل. علينا أن نشجع الدول المترددة في الوفاء بالالتزامات الخاصة بها وفقا لاتفاقية باريس. نحن توصلنا إلى أننا يجب أن نقلل درجات حرارة العالم بنسبة 1.5 درجة مئوية، لذلك يجب علينا الوفاء بهذا الالتزام، وعلينا أن نشرك معنا القطاع الخاص. للمرة الأولى في غلاسكو القطاع الخاص قد شارك معنا. انظروا إلى التحالف الذي قمنا بتكوينه في غلاسكو، 44 من الشركات الكبرى، مش شركة أبل وفورد وأمازون، بيلتون، بوينغ، كلهم قد تحدثوا عن تقليل الانبعاثات بنسبة 30%، ونريد أن نزيد هذه النسبة لكي تصل إلى 45%. والأمر ذاته ينطبق على مارسك، أكبر شركة شحن في العالم. قالوا أننا سوف نقوم بشراء السفن الجديدة لكي لا تعتمد على الكربون. ليس لديهم التكنولوجيا حتى الآن، ولكنهم يخلقون السوق. هذا ما فعلناه مع اللقاحات، مع الفضاء. نحن قلنا أننا سوف نبدأ في الاستثمار في هذا المجال، لذا الناس بدأت في العمل لتحقيق ذلك. نحن كذلك في كوب 26 في غلاسكو تحدثنا عن خفض درجة الحرارة ب 1.5 درجة مئوية، وأعددنا كذلك كتاب سوف يكون مساعدا للشركات لكي تعرف مسائل المساءلة والمحاسبية والشفافية المرتبطة بالتزاماتهم تجاه تغير المناخ. كل ذلك حققناه في غلاسكو. ولقد تحدثنا كذلك عن الطاقة، واتفقنا جميعا على أننا إذا تمكنا من الوفاء في هذه الالتزامات فإننا سوف نقلل الاحتباس الحراري 1.8 وليس 1.5 فقط. إذا ظللنا على المسار الحالي فإننا لن نحقق 1.5 درجة مئوية. لذلك يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد وأن نظهر جميعا الالتزام للوفاء بالتزاماتنا. يجب أن نتمكن من تحقيق ذلك. ليس هناك أي مؤشر حتى الآن بأننا نستطيع أن نحقق هذه الالتزامات بشكل كامل. مثلا لقد تحدثنا عن تقليل استخدام الفحم، وقالوا أننا يجب أن نقلل استخدام الفحم بنسبة 870 جيجا وات. وأعتقد أننا لم نتمكن من الوفاء بجزء من هذا. نحن الآن نقوم بدعم الوقود الأحفوري، هناك 440 مليار كدعم للوقود. إذا نحن نخلق المشكلة للأسف التي نحاول الآن أن نقوم بحلها. هذا تعريف الجنون. لذلك أعتقد أن هناك كثير من الموضوعات الكبرى التي يجب أن نتعامل معها. يمكن أن تسألهم ما الذي يمكن أن نفعله لنحقق ذلك. سنكون صادقين ونقول للناس يجب أن نغير المسار. لن نستطيع أن نستمر في العمل كالمعتاد كما نفعل نحن الآن. ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني أننا لا نستطيع أن نقول أننا كلنا سوف ننتقل للغاز الآن، لكن علينا أن نوفر هذا أولا. إذا لم تستطع أن تقلل الانبعاثات فإننا لن نحقق الانبعاثات، وإلا ستحقق تقليل بعض الوقت، ولكن بعد ذلك سوف يعود الأمر للمعتاد وسوف يستمر معدل التلوث ولن نستطيع تحقيق الأهداف. أنا أدعم الغاز كمرحلة انتقال على مدار 8 أو 10 سنوات، ولكن أعتقد أن البعض ربما يجعل هذا الأمر يستمر ل30 أو 40 عام. لذا يجب أن يكون لدينا تمويل لهذه الخطة الطموحة للتعامل مع تغير
تغير المناخ وتقليل استخدام الوقود الأحفوري. لذلك يجب أن نكون مبتكرين وأذكياء في الحلول. يجب علينا أن نرى كيف سوف نساعد في خلق هيكل تنظيمي سوف يحرك الناس من خلال الحوافز لتنفيذ بعض هذه الحلول. كذلك يمكن أن يكون هناك ائتمان ضريبي. أعتقد أن هذا جزء رائع من التشريع الذي وضعه الرئيس بايدن والذي يمكن أن نبدأ في العمل عليه. وليس هناك رائد أفضل في هذه المسألة من السناتور عندما يتحدث عن تغير المناخ وإصدار التشريع الخاص بتغير المناخ. من الأساسي الآن أن نقوم بحشد الناس بطرق مختلفة. ما الذي يعنيه هذا؟ أعتقد أننا يجب علينا أن ننظر إلى المعادلة. الدول بعضها ينتج 80% من إجمالي الانبعاثات. تقريبا 20 دولة هي التي تنتج 80% من الانبعاثات. إذا سرعنا من العمل في تلك الدول وانتقال تلك الدول العشرين فذلك سوف يقلل الانبعاثات. لقد تحدثوا عن جلاسكو وأنهم يجب أن يقدموا تقريبا 65% من الانبعاثات في دول مثل اليابان، كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة. كلهم قالوا نعم سوف نفعل ذلك. وقلنا لهم إذا فعلتم هذا سوف تستطيعوا تحقيق هذا الهدف. إذا التزموا بذلك سوف يتمكنوا من تقليل 65% من الانبعاثات. بعد ذلك يتبقى 35%. الصين تمثل الجزء الأكبر. وبعد ذلك روسيا، أندونيسيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، البرازيل والمملكة العربية السعودية. 8 دول، جزء من 20 دولة. بعضهم لديهم خطط رائعة للغاية. جنوب أفريقيا مثلا مستعدة للتحول من الفحم إلى بدائل أخرى. ولكنهم في حاجة إلى التمويل فقط للقيام بذلك. وكذلك التكنولوجيا. أندونيسيا بدأت هذا المسار. كلهم لديهم خطط رائعة وهم مستعدون لهذا الانتقال. لكننا في حاجة للحصول على التمويل والتكنولوجيا لتمكنهم من القيام بذلك. هذه دولتين من 8 دول. بعد ذلك هناك الهند. الهند كانت مستعدة لتبني الطاقة المتجددة. إذا تمكنوا من القيام بذلك ونحن ملتزمون بالعمل معهم لمساعدتهم في تحقيق ذلك فإنهم عندئذ سوف يحققوا النسبة 1.5 درجة مئوية. لذا نحن نستطيع أن نفعل هذا بالفعل. أعتقد أن هذا هو الأمر المحوري الذي يجب أن نتذكره. ونريد أن نتأكد كذلك من أننا نقوم بتنظيم أنفسنا لكي نحقق هذا الهدف. وهذا يعني أن ندفع بقوة أكبر في الدول الصناعية 20 وأن نتعاون فيما بيننا وكأننا نعمل لمصلحة مشتركة وليس هناك أي تنافس بيننا وأن نساعد العالم في تجنب ارتكاب الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي. شكرا لك سيادة الوزير وشكرا لتقديم أفكارك وطموحك لنا لهذا الحوار الذي نجريه اليوم. وأنا أتفق معك بشكل كامل. في الواقع إذا نظرنا إلى كل المؤشرات التي تم عرضها من قبل الدول فجزء كبير منها مرتبط بمكونات شرطية. التعاون الدولي أصبح الآن مرتبطا بمسألة التعامل مع تغير المناخ بحيث نتمكن من تحقيق هذا التحول كما ذكرت. لذا أنتقل الآن إلى سيادة الوزير شكري. بينما نحن نتحدث عن COP27 الذي سوف يعقد في مصر وهناك كثير من المسائل المعقدة وكثير من الأوضاع الجغرافية السياسية المعقدة. سيادة الوزير، ما هي وجهة نظرك بشأن التعامل مع هذه الأمور لكي نخرج بنتائج إيجابية من COP27؟ لدينا وقت ضيق للغاية لكي نتمكن من إحراز تقدم وهذا تحد إضافي كذلك بالنسبة لنا جميعا. لذا نود أن ننصت إليك سيدي. تفضل. شكرا لك. دعني أبدأ بشكرك على التزامك وخبرتك التي تقدميها وكذلك كيف أثرت على الحوار بشأن تغير المناخ وكذلك العمل الرائع الذي تقوم ببذله سكرتارية UNFCCC.
بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسكو في كوب 26 يجب أن يتم الحفاظ عليها. ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن، وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية وكذلك تجنب نقاط الخلاف الموجودة والتنافس. ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كوفيد 19 وتأثيرها العالمي وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدما للتعامل مع هذه التحديات، فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤوليات تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ. وكما نعرف نحن نرأس كوب 27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة كوب 27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك الجميع معنا وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها. ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك. وهنا أنا قد عدت توا من مؤتمر الأفريقي الأوروبي وهم كانوا يتحدثون فيه كذلك عن تغير المناخ، ونستطيع أن ندرك أنه لا زال هناك مستوى من القلق في العالم النامي وأن فجوة التمويل لم يتم تغطيتها، ويجب أن نقوم بكثير من الجهود في مجال التكيف. الكثيرون يتحدثون عن تقليل الأثر، ولكن علينا أن نتعامل كذلك مع مسألة التكيف خاصة في الدول التي ليس لديها كثير من الاستعداد لهذا الأمر وكذلك في الدول الجزر، وعلينا أن نقوم بالوفاء باحتياجات تلك الدول وإلا سوف نفقد هذا الزخم وسوف نفقد كذلك الرغبة في الوصول إلى إجماع. الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ ودفع هذه الأجندة قدما هي عملية، ولكن علينا كذلك أن ندرك أننا إذا لم نحقق أثناء كوب 27 مستوى من الإجماع على هذه الأهداف وكيفية تحقيقها فإننا لن نستطيع تحقيق الهدف. كذلك هناك مسألة التكنولوجيا، ويبدو أن هناك تنافس بدأ يحدث في مجال توفير الطاقة البديلة، وهذا أظهر الحاجة إلى تقديم تلك التكنولوجيا وتلك الموارد للعالم النامي بحيث يتمكن من الانتقال بطريقة فعالة ويستطيع أن يلعب دوره. فهم في حاجة أن يروا كذلك تأكيد وجهود أكبر على التقليل من أثر تغير المناخ وكذلك الرغبة في التعامل مع هذه المشاكل. كلنا عينينا أن ندرك أين نقاط الضعف وأين نقاط العجز ونتعامل معها. علينا أن نتعامل مع كل هذه القضايا وندرك كذلك ما هي المحدودية الموجودة. كذلك مشاركة الشركات والأعمال مسألة مهمة للغاية، هذا أمر أدركناه. كذلك مشاركة المجتمع المدني، يجب أن نستمع إلى صوت المنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال تغير المناخ. نحن كمسؤولين حكوميين كلنا نتحدث عن الأثر ونتحدث كذلك
ذلك ونتأثر بما تقوم به مثل هذه المنظمات، ولذلك من المهم أن نظل على المسار ويتم تحفيزنا للتعامل مع هذه المسائل. كذلك الشركات والمؤسسات المالية لديها دور هام لتلعب، ونتمنى أن نكتذبهم لكي يتعاملوا معنا ويتولوا مسؤوليتهم ويظهروا القيادة التي نحتاج إليها حيث نتمكن من التعامل مع تلك التحديات. الشباب بالطبع يجب أن نشركهم، فالشباب هو من سيرث هذا الكوكب، لذلك نريد أن نقدم لهم مناخ مستدام، وإلا سوف يتعاملوا مع تبعات لا ندركها نحن الآن بالطبع. لذلك لكل هذه الأسباب نحن نتطلع لاستضافة منتدى الشباب قبل كوب 27 لكي نحافظ على هذا الزخم وهذا الضغط على المفاوضين، ونحن نتمنى أن ننظر إلى هذه المسألة من منظور المصلحة العامة والمصلحة العليا بدلا من النظر إلى المصالح الضيقة، وأن نتحرك قدما للحفاظ على هذا المستوى من الطموح وهذا المستوى من الإنجاز. ونتمنى أن نحافظ كذلك على كتاب قوانين باريس وأن ننفذه. أعتقد أن التنفيذ سوف يكون هو الأمر الأهم بينما نتحرك قدما. إذا لم نتمكن من تنفيذ كل الالتزامات التي تم تقديمها، سواء المرتبطة بالتكيف، التقليل من الآثار، التمويل، الطاقة المتجددة، فإننا لن نتمكن من تحقيق شيء. وشعرنا في كوب 26 أن كل شيء كان جيدا، لذا ربما ننسى العملية التي يجب أن نتبناها دون أن نبني على ذلك وأن نواصل هذه العملية ونستفيد من الضغط الذي تمثله مؤتمرات دول الأطراف. لذلك علينا الاستمرار حتى نحقق كل طموحاتنا. شكرا لك سيادة الوزير. تغير المناخ تتطلب الدبلوماسية المناخية والتعاون متعدد الأطراف، وهذا واقع. أود أن أؤكد على أحد النقاط التي ذكرتها، مسألة بناء الثقة، وكيف أن هذا مرتبطا بالدعم المطلوب للمزيد من الإجراءات الطموحة المرتبطة بالتكيف، التمويل، بناء القدرات. وأحد النتائج المهمة في جلاسجو كان الالتزام بمضاعفة التمويل لجهود التكيف مع تغير المناخ. هذه هي إحدى المسائل التي يجب أن نتعامل معها، ويجب كذلك أن نتعامل معها في وقت مبكر لأن الوقت ضيق للغاية قبل مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ. شكرا لك سيادة الوزير لتقديم وجهات نظرك والتزامكم بتقديم مؤتمر رائع في شرم الشيخ الجميلة. أرى أننا لدينا سؤال واحد، فنحن لدينا وقت ضيق للغاية. هناك سؤال واحد من الحضور، وإذا كان لي أن أطرح هذا السؤال عليكم جميعا وأيا كان من يود أن يجيب عليه يتفضل. ما هي الإجراءات العملية على المدى القصير لدول مثل دولتي تعتمد على الفحم والوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها مرتبطة بالطاقة؟ يمكن أن أجيب أنا. نحن تحدثنا عن هذه المسألة عندما تحدثنا عن التمويل، وقلنا أن هناك 100 مليار كخطة للمساعدة في التخلي عن الوقود الأحفوري، وهذا يعني أن يجب حشد كذلك المزيد من التمويل من القطاع الخاص في الاقتصادات التي نود أن نساعدها في تحقيق الانتقال للوقود الأخضر.